أعيش مع ترجمة سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر. فعبد الله بن عمر الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، أكرمه الله عز وجل بولد من أهل الفقه، بل كان من فقهاء المدينة، فهو سالم بن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الإمام الزاهد. انظر، الجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والأب عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل، والابن من هذه الذرية هو سالم بن عبد الله. فماذا وصفه الإمام الذهبي؟ قال: الإمام الزاهد. فهو جمع بين الإمامة في الدين وبين الزهد في هذه الحياة الدنيا. وذكرنا معنى الزهد سابقا، فمن يذكرنا باختصار؟ من يذكرنا معنى الزهد باختصار؟ في الحلال والخير. الزهد أن تجعل الدنيا في يدك ولا توصلها إلى قلبك، وتطوع الدنيا إلى آخرتك. إذن ليس الزهد أن تكون فقيرا، ولكن الزهد أن لا تجعل هذه الدنيا تصل إلى قلبك، وإذا أتتك الدنيا طوعتها إلى آخرتك. وضربنا أمثلة على ذلك كثيرة فلا نعيد. ووصفه أيضا بالحافظ. الحافظ هو الذي بلغ الغاية في العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظا وفهما وخدمة وتخريجا وحكما، مفتي المدينة. إذن وقفنا على أكثر من مفتي، ووقفنا على الفقهاء السبعة، فمن بينهم من؟ سالم بن عبد الله، فهو مفتي المدينة. كان يكنى أبا عمر أو أبا عبد الله، له أكثر من كنية، أبو عمر وأبو عبد الله القرشي العدوي المدني، وأمه أم ولد. ما معنى أمه أم ولد؟ ما معنى أمه أم ولد؟ يعني أبا أن أمه كانت من الإماء، ليست حرة، وعندما ولدت أصبحت لا تباع ولا تشترى، فهو ينسب إلى أبيه، ينسب إلى أبيه. أمه ليست بحرة، أم ولد، أما وهي كان عبد الله بن عمر يتسرى بها فحملت، فأنجبت له سالم، فأصبحت يقال عنها أم ولد، لا تباع ولا تشترى. فإذا كبر ابنها أعتقها، فهي تسمى أم ولد. ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه. حدث عن أبيه فجود وأكثر، وعن عائشة أم المؤمنين. إذن أول من استفاد ممن؟ من أبيه، واستفاد من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومن أشهر تلاميذه؟ ابنه أبو بكر. هذه تسمى الأسرة العلمية. انظر، أبوه عالم، وجده عالم، وانظر ولده أيضا من أهل العلم. فهذه تسمى أسرة علمية. يا من تريد صلاحا لذريتك، ادخل على أسرة علمية، أسرة ديانة واستقامة.
فيصبح الديانة والاستقامة إيش؟ تلقائيا في حياتهم. أما أن تقول آخذها ليست على ديانة وعندما تصبح عندي تصبح على ديانة، فهذا خطأ، فاظفر بذات الدين تربت يداك.